اللي شو مشكلتك؟ أنا خبرتك أكثر من مرة أني ماني مهتم فيها، جهزت أو ما جهزت، أنا ما عندي شيء أعمله معها. بس بيريا إيه؟ إيه طبعاً. بتحبها؟ ليك أنا ما عندي وقت لهذا الحكي الفاضي، عندي شغل كتير باي. بظن إنك مغروم بشغلك أخي، أنت مشغول عن إيشكي، بس العشق عنده شي يعمله معك اليوم. أوه شو هالشعر الحلو، برافو عليك كارتيك، برافو. أنا رح أرقص كتير وجننكن بحركات البريك دانس. إيه ماما، بس إذا بتريدي يعني مو قائمة الأغاني تبعك القديمة، ماما خلينا نجرب الأغاني الجديدة وأنت رقصي عليه هون لو سمحتي. ماشي أنا رح أعمل مثل ما عم تقول. أوه ياه خلينا نتمم الصفقة الجمعة الجاية. شكراً إلك، خلونا نبدأ. تیری آنکھوں کے مت والے کاجل کو میرا سلام، زلفوں کے کالے کالے بادل کو میرا سلام. ہیلو برافو. تیری آنکھوں کے مت والے کاجل کو میرا سلام، زلفوں کے کالے کالے بادل میرا سلام. شكراً إليك. لا تتشكريها، البروفات خلصت. كيف خلصت؟ بس أنا لسه ما رقصت. أنت مين؟ العروس رقم 2. ماشي عملي محاولة كمان. بالتوفيق. أنا آسف ما عم أقدر أسمعك، بس أعطيني دقيقتين. أوكي. حلو كتير، حلو كتير. واو إيشكي، عن جد طلعتي راقصة ممتازة. شكراً لك، بصراحة أنا كنت أرقص هيك من طفولتي. عن جد؟ وين دربتي؟ بمركز سيرارام للفنون؟ بمجموعة مسرح؟ أو بأي كلية تدريب؟ لا لا لا، مسرح افتتاح المحلة واستعراض المعارض بالشوارع مثلاً، وافتتاح محل ابن أخوه للسيد تيواري. وكمان وين هالأكاديميات؟ انت هلأ اتعرفتي على إيشكي، رح تفهم عليها بالتدريج. أنا فهمت شي واحد، انك عن جد بتاخذي العقل. معناها بدي نعمل رقصة الكنة والحماية مع كنتي الحلوة. فكرة كتير حلوة حبيبتي، ما في خلاف مين رح تكون هي الحماية، بس مع مين هي رح ترقص الرقصة الرومانسية؟ مع خطيبة مايانج ولا مع رفيقه أهان؟ ماما هذا قرار إيشكي، واختيارها مع مين بترقص هذا الشيء هي بتقرره مو انتي. ست سارلا اعملي البروفات وتدربي،
كنتي طلعت كتير شاطرة ومتدربة منيح على الرقص، نحنا مو بحاجة إنه نعمل بروفا. وأنا رح أبعتها كمان لعند مصممة الفساتين هلا لحتى تجهز لها فستان الحفلة. أحسن شي بتعملي. إيه حبيبتي، أنا شفت خيارين بدي إياكي إنك تختاري واحد منهم. استني إيشكي، مايانك هون رح يروح معك مو هيك؟ أنا بتمنى بس ما كتير بعرف أرقص، وكمان لازم أتدرب أكتر إذا بدي أرقص مع إيشكي. صح معك حق. كارتيك ممكن شنطايتي؟ إيه تفضل. راس تحيل لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.